تحت عنوان تشرين إرث البطولة الخالد وبمناسبة الذكرى 44 لحرب تشرين التحريرية، أقامت المؤسسة العامة للسينما احتفالية سينمائية وذلك في سينما الكندي بمحافظة طرطوس بحضور فعاليات رسمية وأهلية، حيث تم عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية النادرة التي رصدت يوميات حرب تشرين التحريرية المجيدة. المنتج الثقافي عموما والسينما خصوصا هي فعلا ثقافي مقاوم، لأنها توثق الحدث بالصوت والصورة. فما نقوم به اليوم هو عرض للأفلام الوثائقية التي توثق حرب تشرين التحريري بكافة تفاصيلها. هذا العرض الذي يقدم الصورة الحقيقية التي وثائقيا للجمهور في هذا الوقت. المؤسسة العامة للسينما عندها ذاكرة عن حرب تشرين، وثقها السينمائيون السوريون بالساعات والدقائق الكثيرة. فطبعا هي الأفلام الوثائقية اللي سجلت أثناء عمليات حرب تشرين، هذا الجيل اليوم ما بيعرفها حقيقة، بيسمع أنه في حرب تشرين. فمن واجب المؤسسة المهني والفني والثقافي أنه تعرف الجيل بهي اللحظات اللي تصورت وتوثقت، يعني نحن ما صورنا ووثقنا لحتى نحطها بالعلب وعلى الرشوف، لازم هذا الجيل يعرف هي البطولات اللي صارت. تخلل الاحتفالية حلقة نقاش حول حرب تشرين المجيدة بمشاركة الباحث الاستراتيجي العميد تركي الحسن ومدير التصوير السينمائي الدكتور سمير جبر، اللذين كانوا شاهدين على عصر حرب تشرين وعايشوا لحظات النصر والبطولة.